مرحبا بالجميع. نتكلم اليوم عن أسباب موت أسماك الزينة. إيه هي الأسباب اللي أنا لو عملتها الأسباب دي بتأدي حتما إلى موت أسماك الزينة؟ عندنا أول سبب يقتل أسماك الزينة الروائح. يعني أنت الوقت يجب عليك أن أنت تضع حوض أسماك الزينة في مكان مناسب بعيد عن الروائح. طبعا في ناس كتيرة بتاجي وتجيب مثلا معطر جوي، المعطر فبيرشوا، طبعا هم مثلا حاطين حوض السمك في طبعا يعني الانتريه في مكان الضيافة، فطبعا بيعملوا ايه، بينظفوا المكان وبيعملوا بيرشوا المعطر الجوي، وده طبعا بيؤدي الى سقوط بعض القطرات في حوض السمك، ودي بتؤدي الى موت اسماك الزينة. يبقى عندنا الروائح سواء كانت معطر او سواء كانت روائح بتوضع على الجسم، اي روائح عامة محظور تماما وضع اي روائح لانها تؤدي الى موت اسماك الزينة. عندنا ايضا يا جماعة لازم ننتبه كمان الى ان كثرة وضع الطعام تؤدي الى موت اسماك الزينة. طبعا احنا عاملين فيديو عن الطعام او كمية الطعام المناسبة اللي انت تحطها لاسماك الزينة، ياريت تخشوا وتسمعوا الفيديو دوت وهسيبه لكم في الوصف. كثرة وضع الطعام مش هي اللي بتؤدي الى موت اسماك الزينة، انما كثرة وضع الطعام بتؤدي ان السمكة بتاكل كفايتها، بتاكل ما يكفيها من الطعام، والطعام الباقي بيحصل ان هو يتخمر ويتحلل، وبيؤدي ذلك الى تكوين السموم وبيؤدي الى تلوث المياه. كمان من الاشياء اللي بتؤدي الى موت اسماك الزينة قلة وضع الطعام. يعني نلاحظ بعض الناس ما يعني وضع الطعام عنده يعني قليل جدا، ما بيحطش للسمكة الا اشياء بسيطة. عشان كده بقول لكم ان انتم لازم تسمعوا الفيديو اللي بيتكلم عن كمية الطعام المناسبة. انا مش هتكلم كتير في الموضوع دوت، هسيبكم بعد ما تخلصوا الفيديو دوت وتسمعوا لي النهاية تنزلوا تسمعوا الفيديو ده، مهم جدا. ايضا يا جماعة من الاسباب اللي بتؤدي الى موت اسماك الزينة عندنا غسل الحوض بالصابون او باي مادة، مثلا الكرور او بالبرسيل او اي مادة. لا ينبغي لك ان تغسل الحوض، حوض السمك، الا بالماء والملح. وكمان يفضل وضع الملح في حوض السمك، لانه هو بيقضي على الفطريات، وكمان بيقضي على البكتيريا، وكمان بيساعد في انتاج المادة المخاطية. يعني احنا لما نيجي نمسك السمكة بنلاحظ ان هي عليها مادة لزجة، كل ما يكون المادة اللزجة دي موجودة على السمكة بكثرة، فدي بتحميها من الأمراض وبتحميها من التقرحات. فأنت تحط على كل 5 لتر ماء تحط معلقة ملح. أيضا يا جماعة من الأمور اللي بتؤدي إلى موت أسماك الزينة عدم أخذ جزء من الماء وتجديد المياه بعد كل فترة. يعني احنا بنقول ان ما ينفعش ان انت تغير المية كلها مرة واحدة، فطبعا من اسباب موت اسماك الزينة التغيير المفاجئ للمية. فيجي واحد مثلا عايز يغسل الحوض ويقوم رامي يعني يلقي المياه كلها، يلقي المياه بتاع الحوض كلها على الارض، وبالتالي يبدأ يجيب مية جديدة خالص. طبعا احنا بنقول يجب عليك ان انت تحتفظ بجزء من الماء، لان الماء دي بتحتوي على عناصر مفيدة جدا للاسماك. انت بس تاخد جزء من الماء، يعني حاول انت تاخد جزء من الماء كل مثلا شهر او كل مثلا 15 يوم ممكن تاخد مثلا تاخد كوبايتين من الحوض، كوبايتين مية، وتحط كوبايتين جداد بحيث ان انت تعمل تجديد للمياه باستمرار، او تاخد تلت المية
تلت مية الحوض وتضيف مية جديدة، تضيف مية جديدة. لو انت عايز يعني ايه تغير المية او تغير اغلبها، ما ينفعش ان انت تغير المية كلها بالكلية، يعني احتفظ بجزء ولو بسيط من الماء ومن حوض السمك، لان المية دي بتحتوي على بكتيريا نافعة مفيدة جدا. عندنا ايضا ان انت ما ينفعش ان انت تغير المية كلها بمية من الحنفية، المية من الصنبور من الحنفية، تجيب مية من الحنفية مباشرة وتحطها على الايه على حوض السمك. طبعا المية دي غلط وتؤدي الى موت اسماك الزينة، لان المية بتاع الحنفية ديت ممكن تكون بتحتوي على كرور زائد، هذا الكرور بيؤدي، انتوا لاحظوا حتى لما لو انت فتحت الحنفية مباشرة على حوض السمك وغيرت التغيير المفاجئ للمية دهيت، بيحصل ان السمكة نفسها بتموت، لان المية بتحتوي على كمية عالية جدا من الكلور. طيب انت تعمل ايه لو انت عايز تضيف مية جديدة للسمك؟ يبقى ان انت تاخد المية دهيت يعني تملأ زازة زجاجة، تملاها من المياه من مية الحنفية وتسيبها يوم أو يومين. إيه اللي بيحصل؟ بيحصل إن المية دي بتبقى مية مركونة، نسبة الكرور فيها بتنخفض وبترسى في قعر الزجاجة. فأنت يجب عليك إن أنت ما تحطش مية مباشرة من الحنفية. عايز تحط مية وتجدد الحوض، حاول ان انت تخلي المية ديت مية مركونة، مية محطوطة في ازازة بقالها مثلا يوم او بقالها يومين، وبعد كده ضيفها لحوض السمك. ديت بعض الاسباب اللي بتؤدي الى موت اسماك الزينة. وايضا لما تجي تشتري سمك جديد، ما تجيبش السمك الجديد ده وتحطه على طول مباشرة في الحوض، لان ربما يكون السمك الجديد دوت ربما يكون مصاب بمرض او ببكتيريا فتؤدي الى انتشار العدوى. فانت ممكن تحطه مثلا في يعني مثلا حوض تاني او كالورة مثلا معينة، بحيث ان انت تتأكد ان السمك ده سمك كويس وسمك ما فيش فيه اي امراض وما فيش فيه اي فطريات ولا اي تقرحات، وبعد كده ممكن تنقله تنقله في حوض السمك. لازم نخلي بالنا عشان السمك دوت يفضل معانا مدة كبيرة وما يعياش ولا يحصل له اي امراض ولا اي مشاكل. واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا معايا، والسلام عليكم ورحمة الله.